والد حلا شيحة بفجر مفاجأة حول ارتدائها الحجاب، اتحدث عن قراراتها حول اعتزال الفن والظهور بالحجاب في حياتها الخاصة. إليكم في هذه الحلقة أبرز ما كشف والد حلا شيحة عن حياة بنته الخاصة. اتحدث الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن قرار بنته في الابتعاد عن الفن، وذلك عبر برنامج حروف الجر مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة أف أم. أكد والد حلا شيحة إنها لا ترتدي الحجاب الآن، لكنها فضلت الابتعاد عن الفن والاستمتاع بحياتها الخاصة بدون خوض تجربة لا تناسبها في الوقت الحالي. وتابع والدها إنه لا يوجد أي شخص بيأثر على قراراتها في لبس أو خلع الحجاب، وحكى إنه أول مرة أخبرته عن ارتدائها الحجاب وافقها وأكد لها إنه عندما يكتمل إيمانها رح تعلم إنه لا دخل للحجاب بقوة الإيمان. تابع أحمد شيحة إنه بنته على قدر كبير من الثقافة والإطلاع، فقبل خلعها الحجاب للمرة الأخيرة كانت قرأت عدد كبير من الكتب في موضوع الحجاب. حلا شيحة أعلنت انزعاجها مؤخراً خلال عرض فيلم مش أنا مع تامر حسني، خاصة بعد عرض الكليب الخاص بالفيلم وعرضه لمشاهد ندمت على تصويرها فيما بعد، واتهمت تامر حسني وقتها بعدم وفاءه لوعده بعد ما عرض المشاهد اللي اعترضت عليها. رد تامر حسني عليها في منشور عبر السوشيال ميديا وأكد إنه قام بالفعل بحذف المشاهد اللي رفضت ظهورها، لكن الكليب هو جزء من الدعاية الخاصة بالفيلم، وأضاف إنه حاول التواصل معها لكنها لم تجيب على اتصالاته. واجهت حلا شيحة انتقادات كبيرة وقت هذه الأزمة من أغلب صناع الفن، وتردد إنه زوجها معز مسعود وراء هذا القرار اللي اتخذته بشكل مفاجئ.